السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل باشمهندسين؟ إن شاء الله النهاردة هنحل مسألة مسألة مع بعض واحدة واحدة. المثال زي ما أنا قلت لكم، لما تيجي تبدأ في عمليات المماس أول حاجة بتعملها إنك بتعمل السنتر لاين، اللي هو السنتر لاين الفيرتيكال ده والفيرتيكال ده والهوريزنتال ده. أول ما بتعملهم بتحدد مراكز الدوائر بتاعتك، وبعد كده بتعمل الدوائر، وبعد كده تبدأ تعمل العمليات الهندسية عليها، زي كأنك بتعمل عواميد البيت بالظبط، تبني عواميد اساس البيت، بعد كده تبدا تبني على البيت، نفس الفكره. فاحنا هنعمل اول سنتر لاين فيرتيكال اهو في اي مكان هنا كده على اليمين شويه كده، ان هو على اليمين عادي خالص، واحده واحده. بعد كده هعمل واحد في النص اللي هو الهوريزونتال اللي في النص ده كده بالشكل ده كده. بعد كده يا باشمهندسين بيقول لك في سنتر لاين تاني فيرتيكال اهو على بعد 75 من ده. بعد كده يا باشمهندسين ابدا اعمل الدوائر بتاعتك. عندك دي كانت دايره كده، بيقول لك الار بتاعتها 40. فبكل بساطه هتفتح البرجل بتاعك 40، تعمل أول دايرة كده، تاني دايرة عندك بيقول لك هنا ار 20، تروح جاي فاتح 20، تمام كده. انت عملت الدايرتين بتوعك، ليه معملتهاش كام؟ لأنك كده همسح بلاستيك اللي في النص ده، فمش شرط انك تعمل. لو خدت بالك ده مماس بين الدايرة دي وبين الدايرة دي، بيقول لك شدك عايز سهم هنا من جوه من هنا كده، وبيقول لك 50، معنى ان هو شدك سهم من هنا، فده معناه ان انا هرتكز هنا، تمام. فالمماس ده اصلا لو جيت كملته كده هيبقى عباره عن دايره كبيره جواها الدايرتين الصغيرين اللي معمول معاهم الممسات، فده يعتبر مماس داخلي. وما دام داخلي انا بعمل ايه؟ بطرح. طيب بتطرح ايه؟ بتجيب ال 150 بتوع المماس بتوعك تكتبهم مرتين اهو، وما دام بطرح يبقى اطرح اطرح، هتطرح مره من نصف قطر الدايره الاولى اللي المماس معاها اللي هي 40، ومره مع الدايره الثانيه اللي هي الار بتاعتها 20. بالتالي 150 ناقص 40 تديك 110، و150 ناقص 20 تديك 130. طيب حلو، هاخد ال 110 اللي هي جاية من الدايرة ال 40، الأر بتاعتها 40، 110 بالشكل ده كده، فتحت 110، وارتكز في الدايرة ال 40 واعمل علامة أو قوس من الداخل هنا كده. مش معنى هنا، لأن أنا محتاج أجيب نقطة هنا زي ما هو شارك السهم من هنا عشان ارتكز فيها واعمل المماس الخارجي ده. طيب بعد كده افتح ال 130 اللي هي جاياني من الدايرة ال 20، 130 130، واروح جاي رايح راكز في الدايرة اللي هي 20 اهي، وبفتحة القوس اخد علامة بالشكل ده. شوف تقاطع فين؟ تقاطع هنا كده. هطرح ما هما تقاطع النجم، هتوصل فين؟ بالسنتر لاين ده بتاع الدايرة الأولى اهي، بس أمد للخارج. ليه؟ لأن أنا محتاج أجيب بداية المماس اللي هنا دي. نفس القصة، هتوصل من نقطة التقاطع للسنتر ده وتمد للخارج كده، جبت نقطة البداية والنهاية. تروح انت جاي رايح راكز فينا وموصل، والبرجر بتاعي ما جابش. انت البرجر بتاعك لو جيب تمام، ما جابش بقى تعمل ايه؟ تتصرف. هل هتمسح بقى وتقعد تعيط والحقوني والبرجر ما جابش والشغل على الصغيره ده؟ لا، تروح تتصرف، تتعامل. يعني تتصرف وتتعامل. اروح جاي مقرب شويه كده. بص يا باشا، انا قربت كده، حطيت انا هنا كده، خلاص انا عايز ابدا من هنا. قربت شويه كده بس، انا ما حطيتهاش على المركز بتاعي اللي انا جبتها. ايه تيجي تبص هنا بالظبط، قرب يا باشا كده شويه، قرب من دي كده، قرب على الخط ده كده، شوفها كده هنا. بص، جيت احطها هنا، جيت ظابطه هنا ومش ظابطه هنا، تقوم جاي رايح كده، حرك هنا كده، شوفها هنا كده ظابطه، قرب شويه كده. بس انا هظبط امك، يعني هظبط امك، مش هعيد الرسمه انا. بص بقى كده يا نجم، ظبطتها يا نجم،
انا عملت ايه؟ شوف انا ارتكزت فين في الاخر؟ من هنا. فانا اتحرك لحد ما اظبط المماس بتاعي وما عيدش حاجه، خلاص ما تقعدش تقيس في كده. حناها اصلا انك كنت من اول تستعمل سكين الرسم بتاعت تصغر الالعاب بتاعت النص، احنا لسه ما خدناش يعني سكين اصلا، تمام؟ فانت حناها انك تتصرف، تمام، وتقعد تتحرك بالباقي لحد ما تعمل الكيرف ده اي حاجه، تمام، وسيبت تكون خطوات العمل زي ما هي كده. طيب بعد كده ده عندك مماس بين الدايرتين دول، كان عبارة عن دايرة والدايرتين دول ممسينها من الخارج، فبالتالي ده مماس اسمه مماس ايه؟ خارجي. وخارجي يبقى انا بعمل ايه؟ بجمع، تمام. بتجمع ايه؟ بتجمع الار اللي هي 55 ده اهي زائد الار بتاع الدي مرة، يبقى انا بمسك من 55 ديت اكتبها مرتين كده، والزائد بتاعتك الجميلة مرتين، وتجمع مرة مع الار اللي هي 40 اللي هنا دي، وتجمع مرة مع الار اللي هي 20 اللي هنا دي. هنا 55 زائد 40 تديك 95، وهنا 20 زائد 55 تديك 75. ماشي. وبعد كده 95 اهي يا باشا جاية من الدايرة الايه؟ ال 40 اللي هي دي، فقوم جاي رايح فاتح 95 بتوعك يا باشا، ورايح راكز في الدايرة ال 40، وعامل قوس الداخل بالشكل ده كده. بعد كده رايح فاتح 75، ورايح ركز هنا وعمل علامة كده، رايح ركز هنا في الدايرة اللي هي 20 دي وعامل قوس كده. فبالتالي تقطعوا في خط هنا، تقطعوا في نقطة هنا، نقطة تقطعوا بيها هتوصلها مرة هنا عادي، ومرة هنا مع دي مركز من المركز. بعد كده يا باشا انا كده جبت بداية المماس هنا ونهاية المماس تبقى في المنطقة دي. ماشي، محتاج بس اكمل الدايرة دي كده. ماشي يا باشا، خلاص عرفت المماس بتاعي هيبتدي من هنا وينتهي هنا. اروح جاي رايح ماسك المركز بتاعي ورايح فاتح هنا كده، تمام، حد هنا كده، واعمل المماس بتاعي. ماشي يا باشا، وكده انت عملت المماس بتاعك بكل بساطة. تبدأ تمسح الزلة دي، وكده انت كده خلصت المماس بتاعك. اتمنى اكون قدرت افيدكم، اي حد استفاد ما ينساش يدعمنا بكومنت وجواب جميل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر.